لوبت الحزن. واحد فينا دوز الشتاء مزيان في شعار جايدي جايدي ويدي جديد هاد الشعارات تحيه نضاليه للاطر الاداريه المتدربه بجهه الدار البيضاء سطات باسم الاطر الاداري للمركز الرئيس جمال اسماعيلي عضو التنسيقيه الوطنيه لمتدربي سلك الاداره الطرباويه موسم 2022-2023. الوقفه جات في سياق مجموعه الوقفات الجهويه التي عبر من خلالها متدربي مسلك الاداره الطرباويه عن احتجاجهم عن مخرجات الاتفاق الاخير ل 14 يناير. هذه المخرجات التي عبر من خلالها المتدربون عن امتعاضهم وعن الحيف الذي لحقهم جراء تلك المخرجات، والمطالب اللي تنطالبوا بها من خلال هذه الوقفات وهذه المحطات النضالية هي التخرج بالدرجة الممتازة، التعويضات التي يجب أن تدخل في يعني في الـ في في, في الـ النظام الاساسي وفي في في في, في التعويضات يجب ان تكون يعني مضمره في بعد التخرج بعد الاحاله على التقاعد، انها يجب ان لا تكون تعويضات تكميليه، بالاضافه الى الاستفاده من السكن الوظيفي، بالاضافه الى أن يكون التخرج من سلك الإدارة أو شهادة مسلك الإدارة التربوية يساوي الماستر. هذه بعض من المطالب ديالنا في هذا اليوم والتي يجب أن تضمن في مخرجات النظام الأساسي الذي يناقش في هذه السنة بعد أن كان الاتفاق الأولي الذي كان اتفاق حول الإطار المرجعي للاتفاق، والآن يجب أن يتضمن هذه المطالب الذي نحس أن هذه الأطر الإدارية المتدربة أنها لاحقها حيف من جراء هذا الاتفاق. وشكرا. أجل الترقية ناضل ناضل يا مناضل ناضل ناضل يا مناضل. إذا مساء الخير صباح الخير عفوا سهام الفقير الموسيقى الجهوية التنسيقية الوطنية الخاصة بمسلك الإدارة التربوية أو المتدربين مسلك الإدارة التربوية. احنا اليوم كنجسدوا الوقفة في إطار تنزيل البرنامج النضالي، كنجسدوا الوقفة أمام الأكاديمية. هذه الوقفة الغرض منها هو تسميع الصوت ديالنا لما تعرضنا له من إغفال المطالب ديالنا. احنا واحد الدفعة اللي دخلت بشروط معينة، شروط تعجيزية اللي هي 15 سنة أقدمية سلم 11 وأيضا الإجازة، وبالتالي ما يمكنش هذا الفوج هذا يخرج بإشال 11 سنتين جزافيتين. دونك احنا عندنا مطالب معينة، مطالب مشروعة، مطالب من حقنا. احنا جينا اليوم باش كنسمعوا الصوت ديالنا بأنهم يدرجونا
في الاتفاق ديال او في المرسو في النظام الاساسي اللي غادي يتصاغ من هنا لسبتمبر، وخصنا هذه المخرجات ديال الاطار تستحضرناها كفئه، يعني تم اغفالها في التوقيع اللي كان تمنوه ديال 14 يناير اللي جاب مجموعه من المكتسبات للشغيله، ولكن يعني المطلب ديالنا هو عدم اغفال هذه الفئه بالذات لانها دخلت بشروط معينه وخصها تخرج ايضا يعني بوضع فيه تحفيز، فيه يعني هذا القابليه ديال اي واحد يبغي يدفع لهذا المركز ويبغي يولج لهذا الاطار، اطار متصرف تربوي بهذه المخرجات لن يعود جذابا الباقي نساء ورجال التعليم. وبالتالي احنا كننبهوا الوزاره الوصيه على هذا الاغفال، فاذا كان المحور ديال الاصلاح هو المؤسسه والتلميذ والمتصرف التربوي، فخصهم يراعيوا هذه المساله ديال المتصرف التربوي، الاطار ديال المتصرف التربوي، مجموعه من التعويضات على الاطار، ثم الرفع من التعويضات اللي مقارنه مع المهام كتبان هزيله جدا. يعني الا جيتي تشوف المهام اللي مكوله للمتصرف التربوي هي كبيره جدا، ولكن التعويض ضعيف وهزيل، وايضا حتى يعني باش يخرج الانسان سنتين جزافيتين في الاشهر 11 اللي هو ديجا دار فيه واحد الاقدميه ديال 10 الى 20 سنه، فهذا كيبان حيف. اذا اليوم حنا كنجسدوا الوقفه تحت شعار لا للقرصنه لا لضياع سنوات الاقدميه، ثم كنطالبوا بالاشهر 11 ومجموعه من عفوا الاوريشل ومجموعه من التعويضات، وشكرا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.